اسم التجربة: إضاءة المصباح (Brightness of the Bulb). الهدف من التجربة: التعرف إلى العوامل التي تؤثر في إضاءة المصباح. عناصر الأمن والسلامة الخاصة بالتجربة: الحذر عند استعمال المصابيح. أدوات التجربة: أسلاك توصيل، 3 مصابيح، 3 بطاريات. خطوات إجراء التجربة: نركب دائرة كهربائية فيها مصباح صغير وبطارية واحدة. نلاحظ إضاءة المصباح. نعيد توصيل الدائرة الكهربائية السابقة مستعملين بطاريتين. ثم 3 بطاريات. نلاحظ أن شدة إضاءة المصباح تزداد بزيادة عدد البطاريات. نركب دائرة كهربائية فيها مصباح صغير وبطارية واحدة، ثم نصل مصباحا إضافيا في الدائرة. ثم مصباحا ثالثا. فنلاحظ أن شدة إضاءة المصابيح تقل بزيادة عدد المصابيح. النتائج: تعتمد شدة إضاءة المصباح على عدد البطاريات وعدد المصابيح المستعملة في الدائرة الكهربائية، فعند زيادة عدد البطاريات يكون التيار المار في الأسلاك أقوى، ومن ثم إضاءة المصباح أشد، وعند زيادة عدد المصابيح في الدائرة الكهربائية من دون أن نزيد عدد البطاريات يكون التيار المار في الأسلاك أقل، ومن ثم تقل شدة إضاءة المصابيح.